مادش. وانت بتتكلم في لعيبه مختلفه تماما، انت فاهمني؟ انت تحس دلوقتي ان الكره كل شويه بتقل، يعني كل شويه الموهبه بتقل، ولا انت مش ملاحظها؟ دي حقيقة. دي بقى قصه طويله ممكن اكلمك فيها من هنا لبكره، لان البنيه من تحت من الناشئين ضايعه. انا حاليا مدير فني قطاع الناشئين في نادي الجيش، تمام؟ ليه البنيه ضايعه؟ لان انت النهارده الناشئين، الناس اللي بتمسك مسؤولة عن قطاع الناشئين، بيحصل ايه؟ يجيب لك بقى ناس مسننة وناس كبيرة ده وناس مش قصة، ده عارف انا ايه. عامل لها ملفات ضخمة لا جدا، لا، ده بجهز لها قصة ملفات. ده في لعيب بيلعب ومخلف، بيلعب يا 18 نجم، ده سنة قصة مش كبيرة. انت عارف طبعا، بص، فاهم؟ ما انا بقول لك دي قصة كبيرة، ودي كارثة من الكوارث اللي بتحصل هنا، لان في مواهب بقى في اعمارها مظبوطة بتضيع في وسط الحاجات دي. ليه؟ عشان اللي مسؤول يقول لك انا عايز اكسب بطوله فانا نجحت. لا، انت ما نجحتش لانك ما علمتش انت الولد حاجه. دمرت جيل ممكن يكون فيه طبعا 3 4 متميزين. طبعا انت دمرت حاجات كتيره جدا. فانت النهارده يعني انا الاقي مثلا ولد في سنه بيلعب مثلا والده، انت تخيل. طيب دي بتاثر في ايه بقى كمان؟ لا ده بص، اصابات، انت عارف القوه الجسمانيه في السن ده، اصابات، الالتحامات اللي التحامات، موجودة. انت بتتكلم في حاجات غريبه جدا، انت فاهمني؟ اتحاد ما فيش مراقبه على الحاجات دي، انت بتتكلم ازاي؟ على فكرة فدي ثلاث مشكله. ارباع الفرق فيها هو بيعمل تسنين، اه ثلاث طبعا. ارباع الفرق. فبيعمل ايه؟ انا يقول لك معايا ملف بالاسماء بص على يقول فكرة. لك ايه؟ انا خدت بطوله. اعمل ايه بالبطوله؟ انت بتعلم. بص، مرحله الناشئين اسمها مرحله تعليميه. انت مشكله ان انت بتدخلها في مرحله تنافسيه، فكل واحد بياخد اللي يكسب بيه سواء بالغلط او بالصح. دي مشكله. وانديه كبيره على فكره، انا بكلمك على انديه كبيره، انت فاهمني؟ فده غلط. لدرجة ان انا وانا قاعد قلت لا، طب ايه المشكلة ان انت تعمل اقتراح ان المرحلة التعليمية من 10 سنين ل 18 سنة او 17 سنة ما يبقاش فيه منافسة وما يبقاش فيه دوري. يعني انت بتعلم بس. فبص بقى على الكورة، وبص على الاجسام، بص على السن لما بيبقى مظبوط، هتلاقي ده عايز يلعب كورة، ده عايز يلعب كورة، مش خايف. تقدر تعلم الولد كويس، مش عايز يكسب وخلاص. انت في ناس بتكسب ازاي؟ ناشئين، فرق الطول والجسم بتاع، العب طويل، حلو قوي، انت تمام؟ خدتني بقى القصه، اصل الموضوع ده اصل مهم ده موضوع جدا. لا لا، كبير، ده عشان عايز بيجي لي وقت. تليفونات بالظبط، انا عامل حلقات ولازم يبقوا موجودين مدربين من قطاعات الناشئين، وكلكم تيجوا وتتكلموا في الموضوع ده مع بعض، اه، مشكلة كبيرة لان انا الملف عندي اسماء بالانديه باسماء لعيبه. يا نجم. بس اللي انا عايز اسالك، علشان الناس اللي في البيوت بيسمعوني، ده سؤال بيتبعت لي عليه كتير جدا على تليفوني الخاص. تمام. كره القدم فيها وسايط في قطاع الناشئين؟ فيها وسايط في قطاع الناشئين بصراحه اقول طبعا، فيها وسايط. ايه الوسايط ممكن يعمل؟ ممكن تلاعب واحد عندك لا امكانياته مش بص كويسه؟ بص بص، خلينا متفقين، تمام، ان قطاع الناشئين في اي حته في مصر يبقى فيها وسايط، بس الوسايط بتبقى محدوده، ومش الوسايط ان اي حد معدي، يعني مثلا ايه، مش شادي صاحبي اجيبه، اجيب حد تبعه يبقى. لا، بتبقى في اضيق الحدود. طب بيلعب بتخليه يتمرن معاك، لكن ما تقدرش تخليه يشارك. بس خلاص. بس فانا ما هو ده اقصد، هو اللي ده انا اللي هقوله، بقوله للناس. ما هو ده اللي انا هقوله لك، ان انت طبيعي ان انت بتحط مثلا، يعني في كل مثلا فرقة ممكن تحط اتنين تلاتة اقصى حاجة بالكتير. ومش مقيدين وبينزلوا لا، التمارين معاك ممكن مثلا، يبقوا بتأيدوا؟ مقيدين، مفيش مشكلة، تمام، بس انا بحييك على صراحة. مفيش اجبار ان هو يلعب. طالما مفيش اجبار يبقى مفيش ظلم. ليه؟ لان انت بتلاعب مين؟ الكويس. طب واحد يقول لك ايه؟ هو المبدأ العام صح؟ واحد يقول لك ايه؟ المبدأ العام صح؟ لا، المبدأ العام غلط. لكن واحد يقول لك ايه؟ انت النهارده عندك 25 لعيب، صح؟ انا ممكن اقول ايه؟ انا الفرقه دي عايزها 25 لعيب، بس هي ممكن يكون العدد عن يعني في الاتحاد 30 لعيب. طب انا لو اديته ثلاثه وسايط او اثنين، بعوضه بثلاثه تانيين، اخليه 28، عشان ما تقولش ايه؟ ان احنا بنظلم حد. ده اللي انا لو رحت في اي حته بشتغل كده. في ناس ممكن ما تشتغلش كده، ماليش دعوه بقى. يعني في انديه ممكن ما تشتغلش كده، لكن في ناس بتشتغل كده، ان انا ايه، عن ثلاثه وسايط. طب انت المفروض تعيد 25، لان انا مش محتاج اكتر من 25، لان انت لو عندك اصلا 25 كلهم جامدين قوي، ودي استحاله وانت عارف، تمام. فلا، ده انت كده يعني 100 100، هتطلع لي يعني 22 بعد الوسايط، 22 لعيب، ده انت يعني حاجه ما حصلتش. عندك لعيبه كويسه تخدم الفريق الاول في طلائع في الجيش فرقتك؟ انا مدير فني قطاع كامل. ايوه، عندك لعيبه اه، عندي لعيبه في مؤهله فرقه. اللي لو اخدت في الفريق الاول بدل ما تروح تضخ ملايين وتشتري، لا تقول له انا عندي فلان بتراهن عليه. عندي عندك؟ اه عندي ناس ممكن تلعب درجه اولى.
خد بالك، ولو ما تلعبش، ولو ما تلعبش دلوقتي سنه سنتين تلعب. بدل ما تبني الطموح عند الناشئ وتخليه يدخل في منافسات هو 10 سنين ما يقدرش يتحمل ويروح زعلان وتخليه يتحمل ضغوط من وهو صغير. انا متفق مع فكرتك. لا الفكره اللي انت لسه هكملها. طموحه ما هو لحد هتبقى كويس هتلعب في الفريق الاول فوق. ما هو ده اللي احنا بنعمله لحد 17 ما بيبقاش فيه الاول والثاني والكلام ده، لان انت لما بتوصل 17 18 سنه حتى بقى لو انت مسنن فخلاص القوى الجسمانيه بتتقابل فبيعرف مين الافضل. هنا بقى بتبان موهبه. لان زي ما بقول لك كده ماتش اتفرج عليه، طب اجسام العب واحده طويل هوب جاب جول، ايه احنا كسبنا خدنا بطوله، فالناس تقول لك ايه ده ناجح. استنى بس استنى بس ده ناجح. لا ده مش ناجح بالظبط. تعالى اتفرج على ارض الواقع كوارث. دي حقيقة، دي حاجة تزعل، لأن أنا فعلا الولاد دول بتظلموا ما بيتعلموش. أنا دايما لما بروح قطاع ناشئين أقول له إيه، ما تبصش على المكسب والخسارة، دور على الطريقة اللي بيلعب بيها الدرجة الأولى. الولد لازم ياخد ثقافة التكتيك والفنيات والحاجات دي عشان لما يطلع فوق يطلع والتمارين والشغل اللي في الماتش عشان لما يطلع فوق حتى يجي المدرب يقول لك إيه الولد ده، ربنا يبارك في اللي علمه لانه جاي جاهز. احنا والله العظيم يا شادي انا كنت بمسك ناس درجه اولى والله ناس اسامي ولعب الدوري ممتاز ما عارفه اي حاجه. والله لما تيجي تعملها لما تيجي تعمل تمرينه مركبه او تشرح له او والله العظيم بيتوه. فدي حاجه تحزن. دي حقيقه. ليه يزعل مني؟ بالعكس انا انا بقول الصح عشان الناس تتعلم. مش انا قلت لك احنا متاخرين قوي عن بره؟ دي حقيقه. طب ما احنا ايه يعني انت حتى هنا المانيا لما خرجت قبل كده من كاس الامم الاوروبيه اعتقد ولا من كاس عالم غيرت النظام كله السيستم كله بتاع ايه المنتخب، في مدير فني هيقعد ويكمل ثم المراحل السنيه كلها بتلعب بطريقه واحده بطريقه واحده. فده لما بيجي بتشيله من هنا يروح المنتخب الاعلى وعنده امكانيات، مش هقول المنتخب الاول الاعلى تمام. سنيا بيروح داخل الترس شغال لانه في المكان ده عمل كده داخل حافظ صح، احنا بنشتغل بالطريقه دي، يروح للاكبر الترس شغال في كدوله بقى عشان في الرياضه كلها. عشان كده قلت لك انا بشتغل ايه؟ لا علم الولد يخسر يكسب دي بتاعت ربنا انت فاهمني؟ لكن لازم احس ان في شغل بيتعمل.